هلو هلو، حلقة عيد وشم نسيم، حلقة كومبو قدامي شايفين. ما عملتش أي حاجة جاهزة أصلاً. السمك المدخن زي الرنجة أهو، نشتري مدخن جاهز بننظفه. أنا دي مقفولة هنضفها معاكم. وعندكم كمان السردين المدخن. أسماك لما بتبقى مدخنة هي دي طريقة من طرق التسوية، ممكن ناكلها على طول كده بالطريقة التقليدية. والفسيخ برضو، يعني أنا مش صديقة قوي 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 مع الفسيخ، لأنه هو محتاج تبقى متعود عليه من على ريحته مبدئيا من وانت صغير. مرة واحدة كلته كانت واحدة صاحبتي منضفاه كويس جدا، طبعا جايباه من مصدر كويس، وبأكد للناس كلها اللي بتحب الفسيخ والأسماك المدخنة بس بالذات الفسيخ، مصدره يبقى موثوق 100%، لأنه لا سمح الله لو اتخزن أو اتحضر بطريقة غلط ممكن يبقى مؤذي جدا. المهم حطيته بزيت والثوم وليمون وفلفل حراق كذا يوم، ودقته عجبني بس قلت لها خلاص حلو كشف، يعني احب ادوق. بس النهارده مش عامله لكم فسيخ، عاملين من الموجود عندنا بطارخ، دي البطارخ، عندنا البطارخ برضو الرنجه، عندنا المكرال المدخن، سمك المكرال شبيه بنكهه شويه سمك السردين، عندنا كمان الرنجه المخليه اهي شايفين الفليه، وعندنا سالمون مدخن ده بيتباع ساعات كده مع الشبت، انا مش هسيبه كده هندخله بسلطه. عندنا سالمون مدخن وجرافلكس عملناه قبل كده يا جماعه، السالمون اللي متحط اللي اتفرجوا علينا متابعين حطينا عليه ملح وسكر وشبت وبنجر، وبعد يومين بيبقى عامل كده طعمه يجنن، انه مش مدخن كيورد، معالج بالملح والسكر. تعالوا نبتدي اول حاجه نعمل حاجه لذيذه بالسردين. طبعا بيتقدم كده وبتقدم مع طحينه وليمون اللي انتوا عايزينه. سردين والبطارخ احنا ممكن نقليهم كمان، فتعالوا نعمل طبق كده من السردين والبطارخ. الزيت سخن، ناخد الجلوفز ده هنقدمه جنب تتبيله شهيه جدا، هنقدمها كمان جنب الرنجه المدخنه السليمه لما ندخلها الفرن. احنا ممكن ندخلها الفرن وتاخد كده تسخن وتاخد قرمشه شويه، و نقدمه مع الليمون والفلفل. وهنعمل النهارده برضو طحينه بالبنجر، شكلها حلو برضو، قلنا النهارده لو العيد هنعمل بوفيه الشم النسيم يبقى شكله عيد كده في الوان ونحتفل. طبعا مش هحط ملح، انا عندي هنا نشا كوبايه ونصها دقيق، يعني هتحط كوبايتين نشا كوبايه دقيق، نشا ضعف دقيق بيدي قرمشه حلوه. هناخد السردين زي ما هو، مش هنحط ملح لانه الحاجات دي اصلا يعني هي مملحه جدا، فمش محتاجين نزود الملح فيها. هاتوا نبتدي هنا مجرد بس منقلبها كده، ولا هنحط كمون ولا كزبره ولا نكهات السمك اللي متعودين عليها، عايزين النكهات البسيطه. الزيت سخن ونقليها. وبرده السردين الطازه على فكره ممكن تعملوه كده اللي هو بيبقى كمان صغير، نعمل طبق بلاتر حلو مجهزه لكم طبق للتقديم حلو ولذيذ. ناخد البطارخ، البطارخ ممكن نقليها كده او ممكن نقطعها، بس ما انه احنا حجم السردين كده خلي الطبق يبقى كله قطع كبيره كده زي بعضه هنا. طبعا البطارخ الناس ما بتعرفهاش هي بيض السمك، يعني بيبقى لما نفتح السمكه هوريكم المدخنه طلعنا منها برده البطارخ، وبرده بيبقى بالسمك الناي. خليني ابعد شويه كده اهو، ده اللي مطلعينه لما ننظف السمكه دلوقتي، ده اللي مطلعينه من جوه الرنجه المدخنه اهو شايفين. ده هندخله مع الصوص بسلطه حلوه. تعالوا نشوف السردين، خلاص هو مستوي مش هياخد مننا وقت خالص، اخد مناديل بس ونحطها في الطبق ونطلعها، مش محتاج وقت لانه هو زي ما قلنا التدخين هو نوع من انواع التسويه. بس بصوا خد لون حلو ازاي، الله شايفين السرعه، من الاكلات السهله. هاتوا نعمل كمان قطعتين هنا عشان نعمل طبق حلو، ونعمل دلوقتي التتبيله، نغطيه كويس اهو بالدقيق. وفي البطارخ اللي بتبقى مجففه بتبقى ناشفه كده شويه ولونها بيبقى شفاف سنه، دي بتتبشر على الباستا تبقى بنبشرها زي الجبنه كده بتبقى خطيره. خلاص نشيل الدقيق والنشا ونحضر التتبيله اللي هنحطها بوصفتين. اين التتبيله؟ نرجع البطارخ هنا. مكونات التتبيله اهي قدامي، دي تحطوها بقى في طبق كده كمان في النص بين كل المكونات تتغمس. هاخد طبق نخلطها. هنحط الاتي، عندنا فلفل حراق
اخضر واحمر نشكل، عندنا بقدونس وكزبره، عندنا ثوم متقطع مفروم مش مهروس، وشويه بصل اخضر، هزود الفلفل الاحمر عشان اديها لون. خليها هنا. زيت الزيتون، زيت الزيتون بيليق قوي مع التتبيلات دي، فهحط زيت زيتون وسنه ملح بسيطه، لانه احنا قلنا الاكل ده اصلا مملح. وطبعا عصير الليمون، هتنقلبهم ونطلع البطارخ من الزيت، بس هي هتحتاج زيت زيتون تاني. ايوه هي دي، هو ده تقريبا شبه الزيت اللي حطولي فيه الفسيخ وقتها، وفعلا غطى على الطعم القوي. بصوا شكل البطارخ حلوه ازاي، قرمشت ولونها حلو. هنطلعها خلاص كده نشيل. حلو شم النسيم المره دي انه جاي بعد وحش، يعني وحشنا اكل السمك فجاي في وقته. يعني هاتوا نجيب طبق حلو نقدم فيه. عندي هنا الطبق ده، طبق على شكل سمكه، وناخد السردين والبطارخ ونحط جنبهم طبق صغنطوط انا محضراه اهو، ناخد فيه التتبيله دي، مززه حراقه، نكهه الثوم، نكهه الفلفل الاخضر، كل النكهات اللي بنحطها معاها او بناكلها جنبها تقليديا موجوده. عندنا ليمون اضاليا، هاتوا ناخد الليمون نشيل الطبق ده. فاذا اول طبق ده الوحيد اللي يتحضر قبلها، سوري على الوقت، الباقي كله ممكن نحضره بدري، وده لذة يعني الوصفات دي. ناخد الليمون نحط هنا ليمون، هنا قطعة تانية اهي، واول طبق هنحطه قدامنا. خلوني بس انا حابة اشيل الزيت السخن وابعده من هنا علشان نحط الطبق قدامنا. طبعا زيت السمك نخليه للسمك دايما، ما نقليش فيه حاجة تانية. هناخد ده واول طبق بسيط جدا ولذيذ، واعملوا كميه منه بالبوفيهات وانتم مطمنين طعمه حلو جدا ده.